بينما يواصل مهرجان البندقية السينمائي السادس في إيطاليا أعماله بمشاركة عدد من كبار النجوم العالميين، أثار المخرج الألماني فيرنر هيرتزوغ الانتباه بعد أن دخل المنافسة بفيلمين، ويتوقع أن يحصد فيلمه ولدي ولدي ماذا فعلت جوائز في المهرجان. ويعتمد هيرتزوغ في فيلمه الذي يدور حول قصة جريمة قتل حقيقية، يعتمد على أسلوب جديد في المعالجة يجمع بين الحقيقة والخيال. يمازح المخرج الألماني إحدى الصحفيات التي قالت له إن مشاركتك بفيلمين في المهرجان يعني أنك تنافس نفسك، فيرد بالقول الفيلمان يلغيان بعضهما بعضا. لفت المخرج فيرنر هيرتزوغ الانتباه في مهرجان البندقية السينمائي على أكثر من صعيد، فقد أثار فيلمه الملازم السيء من بطولة الممثل الأمريكي نيكولاس كيج خلافا بينه وبين المخرج أبل فيرارا الذي كان قد أخرج فيلما بنفس الاسم عام 92، لكن الأنظار لم تتجه إليه بسبب هذا الفيلم فقط، وإنما بسبب فيلمه الآخر بني بني ماذا فعلت. يرتكز الفيلم على قصة حقيقية عن رجل يدعى براد يقتل والدته ويؤدي دور الممثل الأمريكي مايكل شانون، وكان القاتل قد أدى دور رجل يقتل والدته خلال مسرحية عن الأساطير الإغريقية. قد تكون الفكرة مكررة، لكن المخرج قام بالمزاوجة بين الحقيقة والخيال. تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل حصلت بالفعل. لقد التقيت القاتل الذي لم يحاكم بعد أن تبين أنه مختل عقليا، وقد وضع في مصح عقلي تحت حراسة مشددة، لكن بعد 8 سنوات ونصف تم الإفراج عنه بحجة أنه تعافى. وقد التقيت به، لكن يمكنك معرفة أنه ما زال مختلا، بدا خطيرا جدا، لذا بقيت بعيدا عنه. سمي الفيلم بمفاجأة المهرجان، فالإبداع هنا ليس بأحداث القصة بل بطريقة روايتها. إنه من أكثر المخرجين الذين يتمتعون بمخيلة وإلهام واسع. إن طريقة روايته للقصة مثيرة جدا، في حين يركز بقية المخرجين على مسألة الواقعية. بالنسبة لي الواقعية ليست مثيرة بقدر الخيال، وفيرنر يعيش في قلب الخيال. الفيلم مخيف جدا بالرغم من أنه لا يوجد أي مشهد عنيف كالضرب بالفأس أو ما شابه. إنه فيلم هادئ جدا بحيث أنه يتسلل إليك ويخيفك بشكل سري. ويستمر المهرجان الذي بدأ يوم الأربعاء حتى 12 أيلول سبتمبر، وسيتم عرض 24 فيلما في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان. علا مكي، BBC. My son, what have you done?